السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب، أينما كنتم خارج البلاد وداخل البلاد، تحية والاحترام لكم والتحية لقواتنا المسلحة الباسلة صمام الأمان الحافظة للسودان، والتحية لقوات المشتركة والمجاهدين والمستنفرين. أولا عندنا نحن زي ما قلت لك أمس عندنا مبادر، تم ضرب مخزن ذخيرة يتبع للميليشيات من قبل نسور الجو، والحمد لله كان الشغل كان مشرف الاتجاه الحمراء ومبادر، وكذلك برضو في مليط برضو تم ضرب مخزن لهم، وكذلك عندنا مبدأ برضو كذلك مخزن بتاع ذخيرة مبدأ العاملية تم ضربه تم قصفه من قبل نسور الجو. نقول الله أكبر الله أكبر، هذا نصر من الله. سلاح الجو يقصف أكثر من 10 سيارات بكامل إتادها وجنودها تابعة للميليشيات الدعم السريع في قرية إد الغباش بالغرب من تنبول شرق الجزيرة. مستودع ذخيرة للميليشيات تم قصفه من قبل سلاح الجو في مليط. من ناوي يقول لك نقدم إلى أن يعم الأمن والاستقرار وينعم مواطننا بالأمن والاستقرار والسلام. الحمد لله وفضله يا أخواننا، زي ما قلنا لك في عودة الشبكة السوداني لمناطق أنا ذكرتها أمس، اللي هي المناطق اللي عايز فيها شبكة السوداني بشكل تدريجي، كوستي ربك الدويم، دي الاتجاهات اللي عادت فيها، فإن شاء الله بإذن الله يعني هتعين باقي كل الولايات بإذن الله. فرجعنا نصبر في أحد الأسواق الذي كانت تباع فيه المحايات المنهوبات لميليشيات آل دقلو بالدندر. الأسواق طبعا نهوا حياة البيوت والحياة التجارية كلها جابوها وبيقبوها، ومعظمهم المتعاونين مع الميليشيا بيقوا من أولاد البلد. أعوذ بالله من المتعاونين، أعوذ بالله من أي متعاون. سلاح الجو يقصف جنجبيد ومخازن سلاح زي ما قلت لك بمنجم أمبادر يوم أمس السبت يوم 2/11/2024. ده الحمد لله يا أخواننا، هنا إن شاء الله بإذن الله كل الحياة القد تحصل، زي ما قلت لك في حياة بتحصل فجأة. بس يعني احنا ممكن نقول لك فجأة كده تسمع للقوات تقول لك استلمت محلات جديدة، رغم انه شايفين في انتصارات تقدمات للقوات، برضو في دغلت قرى من قرى سنجة وكده، وان شاء الله عن قريب القوات المسلحة هتدخل سنجة ان شاء الله بإذن الله، وكذلك لنا نهر النيل الولاية الشمالية. فعشان الناس ما تقعد تترايب وتتهجم، ان شاء الله اليوم هيكون في استعراض للطيران الحربي ان شاء الله بسماع المنطقة، فالناس ما تخاف، ده استيراد عادي يعني من الناس، دي حيات بسيطة. وبرضو كذلك عندنا عامس الطيران زار الجنينة، برضو كذلك تم ضرب الميليشيات. فإخواننا هنا كم مرة بنتكلم واللغوات المسلحة بتتكلم، أبعدوا من التجمعات، أبعدوا من التجمعات، لأنك أنت بتقعد في التجمع بتروح ضحية ساكن، الجنجبيد بيجوا بيتجمعوا جنبك عشان إنه يغطوا بك، الجنجبيد بيتجمعوا جنبك عشان إنه يغطوا بك، عشان كده الناس تبعد من التجمعات، ما تقعد جنب التجمعات. الميليشيات جبريل يعلق على العقوبات المساعدات الإنسانية، يفتح مابر الطينة، كلنا نقول الطينة عشان تدخل بهناك لأنها تتفتش وتدخل بشكل رسمي، لكن مابر أدري لا، مع إنه مابر أدري هيدخل لنا السلاح. هسه عميد برضو ذكرنا كان في جرارات وفي عربات أقصد زي ما بقول شالي سلاح ودخل للجنينة، فإن شاء الله هنا مابر أدري ما هنقبل هيتفتح لأي سبب من الأسباب مهما يكون، والناس تفعل هاشتاقات. برضو كذلك التحية للسيد مالك أغار اللي هو نائب رئيس مجلس السيادة، فبرضو كذلك كشف حاجات كثيرة جدا جدا في المؤتمر. خلال محاضرته قدم يوم أمس برسوان تحت عنوان تمرد الدعم السريع، قال نائب رئيس مجلس السيادة السيد السيادة الانتقالي مالك أغار إن رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برما ناصر لا زال يوزع الأسلحة بطريقة أخرى، أشار إلى أنه أول من وزع السلاح خارج أطراف القوات النظامية في العام 1987 حينما كان رئيسا لهيئة الأركان للجيش السوداني. وأكد عقار مكافحة التمرد تحتاج تبني القضايا الأمنية التي قال إن فيها موجود بجانب الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية، وهي غير وغير موجودة حسب حديثه. وأضاف إذا ما تزامنت هذه الأدوات تعزز من الإجراءات لمكافحة التمرد وحماية المدنيين من العنف.
وأشار إلى أن توظيف المتمردين للعنف وهو ظاهرة حاضرة، وكشف عن وجود أسواق في الضعين وفي الحدود لبيع السودانيات، وأكد ضرورة العمل من أجل مكافحة التمرد وتعزيز قدرة الحكومة على ذلك. وأشار أغار إلى أن الثقافة تلعب دورا مهما في صالح دعم التمرد، وتابع هناك من يحمل السلاح بغض شخص، وقال هناك بعض من يحملون السلاح الآن حملوه لأن التمرد داخل مناطقهم واستباحها وقتل وشرد من كان فيها، وقطع بأن مكافحة التمرد والمحافظة على الدولة السودانية ضرورة، وتابع هناك قضايا ينبغي أخذها في الاعتبار من أجل مكافحة التمرد، وكشف عن سلبيات انتشار السلاح في أيادي مجموعات، وأكد الدور المهم للجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية في تنظيم مقتل هذه القضايا، وأضاف عليها دورا كبيرا جدا يجب أن تقوم بهذه، وأوضح أن دورها في المرحلة المقبلة أهم وأكبر من أي وقت. طيب أخوانا، سمعتوا كلام مالي أقارده كويس، وأنا في آخر الفيديو ده أختم الكلام. بالنسبة للناس اللي بتتكلم وبتشكك أما قدرات الجيش السوداني، وما أعرف الجيش السوداني بيعمل شنو، وما أعرف الجيش السوداني إنه بيعمل في شنو، فإن الجيش السوداني لو شككت في مقدرته ولا دعمته ولا ما دعمته، هو ما فاضلك، هو ما فاضلك ولا عنده لك شري ولا شغال بك، هو شغال في شغله وماشي في شغله. بالإضافة لواحد الأمس هو ذول، يعني معلش الفاصل، هو ذول باطل شديد جدا جدا، اللي هو الواحد اللي بيقول له شيخ خالد، أنا ما أعرف هو بيقول شيخ خالد الشيخ دي ذاته كيف، أنا ما أعرف. أمس هو كان شايفه بيتكلم خط عنوان ما بالك رأيك في القوات المسلحة المجغننة، تخيل قدمت شنو للجزيرة. انت لما اندرت تتكلم عن الجزيرة، اتكلم اول حاجة عن دارفور، اتكلم عن الخرطوم، اتكلم عن بابانوسة، اتكلم عن الأبيض، بكل مناطق اتكلم عنها، ده ما تتكلم الا عن الجزيرة فقط، اتكلم عن كل السودان، اتكلم عن كل السودان، احنا اهلنا ماتوا في كل السودان، في جنوب السودان، في غرب السودان، في شمال السودان، اتكلم عن كل السودان. كيف ان القوات المسلحة قدمت شنو للجزيرة؟ القوات المسلحة دي يوميا بتضحي. انا لما جيت طلعت لك وقلت لك يا اخي اسمع، انا نتوعد انا وانت قدام الناس ذيل 71 نتوعد ننزل في زمن واحد ونمشي السودان في يوم واحد، وانا اسلمك كاكيك من السودان وهندخل الجزيرة سوا المدة واحد، ندخل انا وانت، انا بدخلك نمشي انا وانت. تيجي تقول لي قال يا اخي انا جبان ما قادر استنفر، انا جبان ما قادر اعمل. طيب انت يبقى عندك، انت جبان وما قادر تستنفر، اقعد في بيتك زيك وزي اختك وشيل طرحك دي البسها يا خالد، الكلام موجه لك، لكن ما تيجي تطعن في القوات المسلحة، ما تيجي تتكلم لنا في القوات المسلحة. عارف الكلام ده كويس يا خالد، ما تيجي تتكلم لي في القوات المسلحة، اوعك اياك انت تتكلم في القوات المسلحة، انت ما بتعرف عن القوات المسلحة حاجة، واحد ولا شاف سلاح ولا عارف عن السلاح ده حاجة، يجي يقول لك انا ما قادر، انت كنت ما قادر اقعد في بيتك. فريان اخواننا، وشكرا لكم يا اخواننا، والرسالة دي خلوها تصلوا ووصلوها له ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، يسعد الله أن حاركم الصغير وفخاتكم بكل خير. الرحمة والمغفرة لشهداء مركز الكرامة من العسكريين والمدنيين، وشفاء لأجل الجرحى وعودة حميدة للمفقودين، والنصر لقواتنا المسلحة أمام الأمان. وزير الخارجية السعودية نعبر عن قلق المملكة إذا استمرار القتال في السودان الشقيق وتصاعد أعمال العنف التي طالت المدنيين من النساء والأطفال. نستنكر ما حدث مؤخرا في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة مما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين الذي يعيد انتهاكات للقانون الدولي. ندعو إلى الالتزام الوفاء بما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة، ونحث الأطراف المتحاربة على وقف الإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين. وقال نجدد موقفنا الثابت في دعم الاستقرار السوداني والحفاظ على وحدة ومؤسساته الشرعية وسيادته واستقلاله، ونؤكد بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة في السودان. وفي خبر آخر، مقتل خالد جبريل شقيق عمر جبريل في قوات ميليشيا الدعم السري. وفي خبر آخر، قال منظمة الصحة العالمية شعرنا بالفزع عندما علمنا
أن 6 مستشفيات تعرضت للهجوم من قبل ميليشيات الدعم السري، مما أدى إلى استنزاف قدر السكان المحدودة بالفعل على الوصول إلى الرعاية الصحية. وقال قنيزة مقتل العاملين في مجال الرعاية الصحية بينهم مهندس طبي كان يدعم مركز غسيل الكلية الوحيدة في شرق الجزيرة، وطبيبة اختارت البقاء في ولايته للخدمات الناس. وقال مدير منظمة الصحة العالمية ندين هذه الهجمات بأشد الإبارات وندعو إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والحياكل المدنية بما في ذلك العاملين في المرافق الصحية. شكرا جزيلا أحبائي المتابعين قناة الأخبارية 24، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والنصر لقواتنا المسلحة، والشفاء العاجل للجرحى، والتحميد للمفقودين، والرحمة والمغفرة للشهداء، معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين. فضلا وليس أمرا، شير ولايك للقناة ليصلك كل جديد.